مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بأجمل تحية صباحية من أرضية هذا الميدان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي انطلاقتنا الثالثة تمت بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا الثالث والخاص هنا بانطلاقة وتحديات الزمول المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل في هذه المسافة هنا 8 كيلومترات، وعلى أرضية ميدان المرموم تحفت ميادين السباق. وتابعنا الأسماء في الشوطين الماضيين، هناك أيضا من نال بالفوز وبالناموس. نتابع هنا انطلاقة هذا الشوط، نتابع الصدارة والمقدمة والمركز الأول. يأتينا الهارب لسالم بالخلفان بالعري الاكتبي من ينطلق بالصدارة وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني يأتي سلهود من الجانب الآخر، العبد الله بن الطير بن سهيل العامري. وعلى المركز الثالث يأتينا محافظ هنا لسيف بن خلفان بن سيف لغويص السويدي. وعلى المركز الرابع، رابع المراكز، مزعل لمحمد بن حارب بالعجيد لقتبي ووصل شاهين. على المركز الخامس محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد الدرمكي من يأتينا على المركز هنا الخامس. وعلى المركز السادس الاستشاري لسالم بن حمد بن سليم لعويسي يقدم لنا الاستشاري على المركز السادس في هذه الانطلاقة، بينما المركز السابع ياتي مريع هنا بهذه الانطلاقة لسيب منصور بن صالح بن علي الحميري من يقدم هذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. بينما من الجانب الآخر الشامخ هنا بانطلاقة سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي ياتينا على المركز الثامن. وفي المركز التاسع ياتي مياس خليل بن ناصر بن منصور الخليل الشهواني المنطلق بهذه الانطلاقة هنا والتحديات، بينما عاشر المراكز ياتي بهذا الانطلاق وبهذه المسيرة هملول مطر بن عبيد بن حامد بن خليفة الطنيجي. ها هي النتائج للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضاراتكم. أول نداء لمراكزنا العشرة الأولى في انطلاقة هذا الشوط وصباحية هذا اليوم المميز لأبناء القبائل على أرضية هذا الميدان. نعود إلى الهارب، الهارب بصدارة وبالمقدمة لسالم بن خلفان بالعري الاكتبي، بينما سلهود على المركز الثاني، عبد الله بن الطير بن سهيل العامري يتابع على ثاني المراكز. والمركز الثالث، المركز الثالث ياتي شاهين محمد بن احمد بن محمد بن سعيد الدرمكي من ينطلق على المركز الثالث. والمركز الرابع محافظ لسيف بن خلفان بن سيف لغويص السويدي ياتينا على رابع مراكزنا. والمركز الخامس هنا مزعل محمد بن حارب بن عزيد لقتبي. وسادس المراكز مريع السيب بن منصور بن صالح بن علي الحميري من يتابعه على سادس المراكز. المركز السابع، المركز السابع ياتي الاستشاري هنا لسالم بن حمد بن سليم العويسي من يقدم الاستشاري على سابع المراكز. مياس ياتينا في المركز الثامن، مياس هنا بانطلاقة قليل بن ناصر بن منصور الخليل الشهواني يتابع على المركز الثامن. وعلى المركز التاسع، المركز التاسع ياتينا هناك بالانطلاق والتحدي المميز هنا هملول مطر بن عبيد بن حامد بن خليفة الطنيجي. وعلى عاشر المراكز الشامخ لسعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي. ها هي الأسماء المذاعة، ها هي الأسماء الباحثة عن الفوز وعن الناموس، وأيضا شعارات خلف المراكز العشرة الأولى. مصورنا يأخذ لنا لقطة لهذه الأسماء المشاركة عرضية هذا الميدان والمتابعة عبر دبي ريسينج الناقلة لهذا الحدث المميز من هذا الميدان. نعود إلى الصدارة،
نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، والهارب هارب بالصدارة، هارب بالمقدمة، هارب بهذا الأداء الجميل هنا في هذا اليوم المميز، يوم عيد الاتحاد الخمسين هنا الذي يأتي أيضا في هذه الدولة أيضا الفتية. نتابع الهارب لسالم بخلفان بن علي الاكتبي، هنا من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، وصدارة هذا الشوط مع منتصف المسافة والأربعة كيلومترات هنا التي يقضيها هنا في هذه اللحظات بست دقائق 29 ثانية وثمانية من الأجزاء من الثانية، قطع مسافة الأربعة أول أربعة كيلومترات الهارب. بينما المركز الثاني، ويأتينا في المركز الثاني من يأس الهود عبد الله بن الطير بن سيل العامري، من يأتي على المركز الثاني والمركز الثالث، شاهين على المركز الثالث محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد الدربكي المنطلق على المركز الثالث وعلى المركز الرابع. المركز الرابع يأتي مريع لسيب بن منصور بن صالح بن علي الحميري، وعلى المركز الخامس محافظ يأتينا على المركز الخامس هنا بانطلاقة سيب بخلفان بسيف لغويس السويدي، من يقدم على المركز الخامس أسماء ما شاء الله، أسماء لها وزنها وثقلها تتواجد أيضا بهذا الشوط. بينما المركز السادس والقادم على سادس المراكز مياس خليل بن ناصر بن منصور الخليل الشهواني، ومن الجانب الآخر مزعل لمحمد بن حارب العجيد لاكتبي، من يقدم على المركز هنا السابع. وفي المركز الثامن يأتينا هملول مطر بن عبيد بن حامد الطنيقي والاستشاري لسالم بن حمد بن سليم العويسي، من يقدم من هذه اللحظات هنا على المركز التاسع والمركز العاشر. وصل هنا أيضا غالي غالي بأول نداء لمنصور بن سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي، من يقدم أحد فرساننا هذا الانطلاق وهذا الأداء الجميل. ها هي الأسماء، ها هي أيضا التحديات، مرحبا بقائد الهجانة، ها هي الانطلاقات، ها هي التحديات والإثارة مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق والتحدي الجميل والهارب. نتابع مشاهدينا الكرام الهارب، الهارب لا زال على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور لسالم بن خلفان بن علي لاكتبي على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، المسيطر على زمام الأمور مع زاوية الالتفاف، زاوية الالتفاف الأخير لهذا المضمار. المركز الثاني شاهين، في المركز الثاني محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد الدرمكي المنطلق على المركز الثاني، والمركز الثالث يأتينا مريع السيب بن منصور بن صالح الحميري المنطلق على المركز الثالث ويتسلل إلى المركز الثاني. بينما من الجانب الآخر يأتينا سلهود عبد الله بن الطير بن سهيل العامري، ومحافظ على المركز الخامس، محافظ يأتينا على المركز الخامس هنا لسيف بخلفاء بسيف لغويس السويدي المنطلق على خامس المراكز، والاستشاري لسالم بن حمد بن سليم العويسي هناك أيضا على سادس المراكز هنا مع 2 كيلومترات والخط المستقيم إلى المنصة الرئيسية. غالي يتي هناك ينطلق في المركز السابع لمنصور بن سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي القادم على سابع المراكز، والمركز الثامن المركز الثامن هناك القادم أيضا بهذه اللحظات مياس، هناك بانطلاقة خليل بن ناصر بن منصور الخليل الشهواني المنطلق على المركز التاسع وعاشر. مراكز بعيدة عنا، نبقى هنا، نبقى مع هذه الأسماء وهذه الشعارات، ولا زال الهارب مسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة. الهارب هارب
يحاول الصدارة لسالم بن غلفان بن عري لقتبي المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول، بينما مريع على المركز الثاني، مريع لمنصور لسيب منصور بن صالح بن علي الحميري، وياتينا شاهين لمحمد بن أحمد بن محمد بن سعيد الدرمقي القادم على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع وصل غالي، وصل غالي من المراكز الخلفية، غالي غالي هنا لمنصور بن سعيد بن راشد بن غراقي المزروعي القادم بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة التي نتابعها. هذا الانطلاق والأداء المميز، الله الله، بدأت التحديات، بدأت الإثارة، يا سلام يا سلام. هناك الهارب على الصدارة، الهارب على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، الهارب الهارب على مقدمة هذا الشوط، ولكن أرى الغالي وشاهين قادموت قادموت بهذه الانطلاقات والتحديات. غالي لمنصور بن سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي من انطلق إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى المركز الأول. المركز الثاني شاهين، شاهين على المركز الثاني لمحمد بن أحمد بن محمد بن سعيد الدرمكي، من يأتي على المركز الثاني بهذا الأداء الجميل وهذا الانطلاق. الله الله، تحدي ثنائي جميل. هنا بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل، الله الله، التحديات جميلة. الغالي وشاهين، الغالي وشاهين، الغالي لمنصور بن سعيد بن راشد بن غراقي المزروعي، ومن الجانب الآخر شاهين راشد بن أحمد بن محمد بن سعيد الدرمكي يتسلل في هذه اللحظات، يتسلل بهذه الانطلاقات والتحديات الأخيرة. هنا بهذا الانطلاق يتسلل إلى الفوز، سجل مليء ما شاء الله بالانتصارات في هذا الموسم ما شاء الله. آخر أيضا تحدي كان له في ميدان سويحان ونال الفوز والناموس. وتشاهدون التحديات الأخيرة، الغالي الغالي وشاهين، شاهين والغالي، الغالي وشاهين، واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، يا سلام الله، الغالي الغالي من يعلن الفوز ويعلن الناموس. تهانينا تهانينا لمنصور بن سعيد بن راشد بن غلاقي المزروعي، والتهنية لسعيد بن راشد بن غلاقي من يتابع أيضا المركز الثاني. وصل شاهين لمحمد بن أحمد بن محمد بن سعيد الدرمكي المركز الثالث. أتانا الاستشاري على المركز الثالث لسالم بن حمد بن سريم العويسي، ومحافظ في المركز الرابع سيب خلفان بن سيف العويس، ومريع في المركز الخامس سيب منصور بن صالح الحميري. هذه هي الأسماء مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، دعناها على حضراتكم. نعود مع التعدي الأخير، واستطاع غالي أن يعلن الفوز والناموس بمجريات هذا الشوط وأحداثه. تهانينا بثلاث 13 دقيقة 20 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية، تهانينا وناموس على هذا الفوز المميز هنا لمنصور بن سعيد بن راشد بن غراقي المزروعي، والسلام لأهالي نادي الشباب. 13 دقيقة هنا أيضا و20 ثانية وستة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. هنا بهذا الانطلاق والتحدي تهانينا محمد بن أحمد بن سعيد الدرمكي، بينما المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام هنا بانطلاقة الاستشاري على ثالث المراكز، هنا بانطلاقة وتحديات سالم بن حمد بن سري بن عويسي بثلاث دقائق و31 ثانية، ثلاثا من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.